السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأخواتي حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد من دروس دورة المبيعات. خلال الحصص الماضية تعرفنا على كيفية جلب رقم الفاتورة تصاعديا، بحيث يتم جلب آخر رقم زائد واحد لكي يكون ترتيب الفواتير بشكل تزايدي. أيضا منعنا كتابة رقم الفاتورة احتياطا ومنعا لعملية تضارب أرقام الفواتير، بحيث لا ينبغي أن نسمح بتكرار رقم الفاتورة أكثر من مرة. تعرفنا كذلك إخواني وأخواتي على كيفية جلب بيانات العميل وصورته من خلال الضغط على هذا الزر، فتظهر لنا لائحة تعرض جميع العملاء، ولما نعمل دبل كليك على عميل معين يتم جلب تفاصيله وصورته وعرضهما هنا. تعالوا ننفذ ونشاهد هذه الأمور لنعرف أين وصلنا بالفعل. هنا بالنسبة لرقم الفاتورة إخواني وأخواتي، فعند الضغط على مبيعة جديدة سيتم الذهاب إلى جدول الفواتير أو جدول الأوردرز، فيتم البحث عن آخر رقم، يعني ماكس أي دي أوردر آخر رقم، وينضاف إليه واحد. في حال لم يتم تسجيل مبيعات بعد سيتم إسناد الرقم واحد، لأنه لم يتم تسجيل أي مبيعة بعد. مبيعة جديدة، لاحظوا أول فاتورة عندي رقمها واحد لأنني لم أسجل بعد أي فاتورة في برنامجي هذا. أيضا العميل، نضغط على هذا الزر تظهر لي هذه اللائحة تعرض جميع العملاء. لاحظوا أقوم بتحديد عميل معين، مثلا يتم عرض تفاصيله وصورته، أستطيع استبداله مثلا. لاحظوا أيضا إذا كان العميل لا يتوفر على صورة سيتم تنبيهنا برسالة، مثلا كمال محمد. لاحظوا هذا العميل لا يتوفر على صورة، أوكي، يتم عرض تفاصيله فقط ولا يتم عرض الصورة لأنه لا يتوفر على صورة. جميل جدا. خلال حصة اليوم إن شاء الله سوف نواصل هذا العمل، ولكن هذه المرة سننتقل إلى الجزء الثالث الذي يعنى بإدارة المنتجات، وتحديدا سنركز على عملية إدخال المنتجات، لأنه قمنا بإدخال معلومات الفاتورة، رقم الفاتورة، وصف الفاتورة، تاريخ البيع، اسم البائع سيتم جلبه تلقائيا بعد عملية تسجيل الدخول. أيضا قمنا بتحديد بيانات العميل، بقي فقط أن نحدد المنتجات المراد بيعها في هذه الفاتورة. وضحت الفكرة إخواني؟ فبالنسبة لطريقة إدخال المنتجات لدينا طرق شتى ولنا حرية الاختيار في ذلك. فيمكننا أن نضيف زر إلى أسطر داتا جريد فيو، زر عند الضغط عليه تظهر لي لائحة المنتجات، فلما أعمل دبل كليك على منتج معين تظهر تفاصيله في السطر المحدد، يظهر اسم المنتوج، يظهر ثمن بيع المنتوج، فأقوم بإدخال الكمية المراد بيعها من هذا المنتوج، فيتم احتساب المبلغ، فأقوم بإدخال نسبة الخصم discount إذا كان هنالك خصم، وإلا فأكتب صفر أو يكتب صفر تلقائيا، فيتم احتساب المبلغ الإجمالي لهذا المنتج، والمبلغ الإجمالي يحسب بناء على المبلغ العام بالأخذ بعين الاعتبار نسبة الخصم. فأقوم بإدخال المنتج الثاني بنفس الطريقة، أضغط على الزر أو أضيف صورة، صورة تحتوي مثلا على رمز البحث، أضغط عليها فتظهر لي لائحة المنتجات، أو نستخدم مثل هذا الفورم، أيضا هذا خيار جيد، مثل هذا الفورم أضغط على هذا الزر مثلا، أقوم باختيار المنتج تظهر تفاصيله هنا، أدخل ما ينبغي علي إدخاله فيتم احتساب ما ينبغي على البرنامج أن يحسبه، وتظهر النتائج في داتا جريد فيو. أو دائما في داتا جريد فيو نقوم فقط بكتابة معرف المنتوج، الاي دي برودكت، أكتب معرف المنتوج، وعند الضغط على الانتر أو التابوليشن، يعني أنتقل من السيل، من الخانة، بمجرد ما أنتقل من الخانة أو خانة معرف المنتوج سيتم جلب بيانات المنتج، فأدخل الكمية المراد بيعها فيتم احتساب باقي القيم. ولكن بالنسبة لداتا جريد فيو فهي سهلة الاستخدام، لا يوجد بها تعقيدات ولا أي صعوبات، لكن في نظري إخواني وأخواتي هو أنها تصعب على المستخدم النهائي، الأند يوزر، تصعب عليه وتشق عليه عملية إدخال المنتجات. لماذا؟ لأنه لو لاحظتم معي هنا فارتفاع حجم داتا جريد فيو صغير جدا. تخيلوا معي مثلا لو أن المستخدم أراد أن يضمن هذه الفاتورة 100 منتج أو أكثر، 200 منتج، 300 منتج، لا ندري. كيف ستكون عملية الإدخال في الداتا جريد فيو؟ هل سيعتمد على السكرول بار؟ ربما قد يتوه، ربما قد يخطئ، ربما سيتسبب له البرنامج في ارتباك، لأن الداتا جريد فيو ارتفاعها صغير والسكرول بار ليس خيارا نافعا.
فهمتم كيف إخواني وأخواتي؟ يعني حتى لو أضفنا زر أو صورة في داتا جريد فيو سيعتبر الأمر غير مجدي، لأن داتا جريد فيو تصعب عملية الإدخال. لذلك ففي نظري الخيار الأسهل والأفضل والأمثل والأجدى والأنفع، واعذروني على تكثير هذه المترادفات، الخيار الأفضل إخواني وأخواتي هو أن نضيف مربعات نصوص فوق خانات الداتا جريد فيو. هذا السطر الذي يحتوي على مربعات نصوص نجعله خاصا بعملية إدخال البيانات، أما الداتا جريد فيو فنجعلها خاصة بعملية عرض ما تم إدخاله. أعيد الفكرة، يكون لدي السطر هنا خاص بعملية الإدخال، حتى لو عندي 1000 منتج تم إدخاله فهذا السطر خاص بالإدخال لن يسبب لي ارتباك ولا أي شيء، لأنني أدخل في سطر واحد ولا يهمني الباقي. على فرض أنني أخطأت في منتج معين وأردت تعديله، فيصير من السهل جدا أن أبحث عنه في الداتا جريد فيو، أعمل عليه دبل كليك فيتم عرضه في هذا السطر فأعدل كما أشاء، أو أضغط عليه رايت كليك وأختار إيديت فتظهر تفاصيله هنا فأعدله كما أشاء. في نظري هذا هو الخيار الأفضل والأسهل، سواء بالنسبة للمبرمج وأيضا بالنسبة للمستخدم. عموما كما أشرنا في وقت ماضي، ولطالما رددنا بأن الغرض من برنامجنا هذا ليس هو البرنامج في حد ذاته، لكن الغرض هو أن نستفيد أكثر ما يمكن أن نستفيده. فتعالوا بنا على بركة الله نشاهد كل هذه الطرق التي ذكرناها إن شاء الله، أو معظمها حسب ما يسمح به المقام والوقت. سنستعرض أغلب هذه الطرق إن شاء الله لكي نستفيد أكثر، وفي آخر المطاف سوف نقف على خيار واحد. البداية إن شاء الله سوف تكون مع عملية الإدخال من خلال داتا جريد فيو عبر إضافة زر أو صورة. تعالوا بنا على بركة الله ندخل إلى الكود، رايت كليك فيو كود، نقوم بتكبير الخط قليلا عن طريق الضغط على كنترول والعجلة، هكذا أعتقد أوضح. نقوم بجلب مجال الأسماء system.data.sqlClient أو لسنا في حاجة إلى ذلك. عموما سنقوم بجعل مصدر بيانات ثابت لهذه داتا جريد فيو. مصدر ثابت يعني لنا الخيار في استخدام داتا تيبل او داتا سيت، واما ان نكتبها بالكود، يعني ان ننشئ داتا تيبل وان نضيف لها كولونز وروز من خلال الكود، اسطر واعمده من خلال الشفرات، او ان نضيفها من خلال نافذه السولوشن رايت كليك ونضيف داتا سيت، نزودها بجدول بداتا تيبل نضيف اليه كولونز ونستخدمها مباشره من هنا من خلال استخدام المعالج الويزرد. وكما ننفر دائما من استخدام الوزارد سننفر مجددا، لأننا لا نحبذ استخدام المعالج لأننا لن نستفيد، فلذلك سنقوم بهذا العمل لكن بالكود. تعالوا بنا ننشئ داتا تيبل بالكود. الكلاس داتا تيبل نستنسخ منها أوبجكت نسميه DT new data table. ممتاز، نستطيع الآن أن نأتي أسفل initialize component ونضيف الكولونز إلى الداتا تيبل بكل بساطة من خلال dt.colons.add ونضيف الكولونز كما نشاء، أو أن نفرد لها إجراء خاص بإضافة الكولونز ونستدعيه مرة واحدة، وهذا أفضل لأننا سنجمع عملية إنشاء مكونة الداتا تيبل في إجراء واحد. تعالوا بنا نسميه مثلا create data table void create data table. والآن نضيف لها الكولونز dt.colons.add. الخانة الأولى ما هي؟ تعالوا بنا نعود إلى database، وتحديدا إلى الأوردرز details. الخانة لدينا الأولى هي معرف المنتوج الـ ID product، ونسميها مثلا معرف المنتوج. الآن فقط نقوم بنسخ ولصق، copy and paste. ثم ماذا لدينا؟ معرف المنتوج، طبعا رقم الفاتورة لن يضاف في هذه الحيثية أو في هذا الجزء، لأن هذا الجزء خاص بإدخال المنتجات. لدينا الكوانتيتي، أو شوف price discount، لا معرف المنتوج، وسنظهر اسم المنتوج، اسم المنتوج، بعد ذلك ثمن بيع المنتوج، الثمن، ثم بعد ذلك الكمية. طبعا قد تتساءلون لماذا لم نضيف اسم المنتوج إلى الـ Orders Details.
لسنا في حاجة إلى ذلك، لأن اسم المنتوج مرفق مع رقم المنتوج في جدول المنتجات هنا، ولسنا في حاجة إلى التكرار. فبمجرد ما نعرف رقم المنتوج فتوجد أكثر من طريقة لمعرفة اسم المنتوج. فهمتم كيف إخواني؟ الكمية، يعني لدينا معرف المنتوج، اسم المنتوج، الثمن، الكمية، ثم بعد ذلك الثمن، ثمن البيع أو المبلغ. ما هو الفرق بين المبلغ وبين الثمن؟ الثمن هو ثمن بيع الوحدة من المنتوج. مثلا لو نريد مثلا بيع شاشة مثلا ثمنها $50 مثلا، $50 هنا الثمن، ثمن الوحدة هو $50. الكمية مثلا نريد بيع 5 شاشات، إذن فالمبلغ يساوي 5 ضرب $50، لأن المبلغ يساوي الكمية في الثمن. عندك مثلا 10 أجهزة، ثمن كل جهاز $100، فالمبلغ هو 10 ضرب $100. هذا هو الفرق بين الثمن والمبلغ. الثمن للوحدة الواحدة، المبلغ للعدد العام. ثم بعد ذلك نضيف نسبة الخصم إذا توجد، تكون نسبة مئوية. نسبة الخصم ديسكاونت، بالفرنسية نقول لها لا غوميز. ثم بعد ذلك نسبة الخصم، بعد إدخال نسبة الخصم ينبغي أن نحسب المبلغ العام أو المبلغ الإجمالي. ما هو الفرق بين المبلغ وبين المبلغ الإجمالي؟ المبلغ يساوي الكمية ضرب الثمن، لا توجد لا ضرائب ولا نسبة خصم ولا أي شيء. المبلغ الإجمالي هو المبلغ بالأخذ بعين الاعتبار نسبة الخصم، وإذا توجد ضرائب إضافية على القيمة المضافة مثلا أو أي شيء آخر يتم احتسابها في المبلغ الإجمالي. يعني المبلغ الإجمالي هو المبلغ الحقيقي، أما المبلغ فهو يساوي فقط الثمن ضرب الكمية بصرف النظر عن باقي الإضافات الأخرى من قبيل الخصم أو الضرائب. الآن قمنا بإنشاء داتا تيبل، لاحظوا أنشأناها، أضفنا إليها مجموعة من الكولونز، بقي فقط أن نعرضها في الداتا جريد فيو التي أسميناها dgvproducts.datasource يساوي dt. نعمل سيف، وإذا نفذنا وشاهدنا سنلاحظ إن شاء الله بأن الداتا جريد فيو صارت تعرض هذه الكولونز. ننفذ على بركة الله ونشاهد، لم يظهر شيء. طبعا لم يظهر شيء، سبحان الله، لأنني لم أستدعي هذا الإجراء. أسفل Installs Component ينبغي أن أستدعي Create Data Table. على بركة الله، لاحظوا إخواني تم عرض الكولونز كما أشاء. يعني المثال الذي ذكرته لكم في الأول يكون بهذا الشكل، مثلا سأقوم بإدخال أو سأقوم ببيع منتج مثلا معرف، مثلا منتج هاتف، الهاتف مثلا المعرف الخاص بالهاتف هو 100. بمجرد ما أكتب 100 وأضغط على Enter أو Tabulation سيتم عرض اسم المنتوج هاتف، الثمن مثلا $150، الكمية، أقوم بإدخال الكمية، فبمجرد ما أدخل الكمية يتم احتساب المبلغ، والمبلغ هو الكمية ضرب الثمن. فأقوم بإدخال نسبة الخصم مثلا 5%، فيتم احتساب المبلغ الإجمالي بناء على نسبة الخصم. وإذا أردت إضافة أمور أخرى مثلا كالضرائب أضيفها بنفس الطريقة التي رأيناها بالنسبة لنسبة الخصم. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية قلنا أن نضيف زر أو صورة، سنجرب إضافة زر. إضافة الزر إلى الداتا جريد فيو من أبسط ما يكون، كل ما في الأمر هو أن نعلن عن أوبجكت من الكلاس داتا جريد فيو باتن كولون على ما أذكر، داتا جريد فيو باتن كولون، نعم، ونسميها مثلا btn ونستنسخها هنا. بعد ذلك نعطيها الهيدر تكست btn دوت هيدر تكست. هيدر تكست وهو النص الظاهر في الكولون الأعلى، وليكن مثلا الهيدر تكست مثلا هو اختيار منتج. btn دوت تكست، التكست هو النص الذي سيظهر على الزر، وليكن مثلا البحث. بعد ذلك نقوم بإضافة هذا الكولون، هو عبارة عن كولون، لو لاحظتم معي عبارة عن كولون، داتا جريد فيو باتن كولون. بالمثل نستطيع إضافة
تشيك بوكس كولون، نستطيع إضافة إيمج كولون يعني صورة، نستطيع إضافة كومبو بوكس كولون أو تكست بوكس كولون وهو الاختيار الافتراضي في الداتا جريد فيو. الآن كل ما علينا هو إضافة هذا الكولون إلى الداتا جريد فيو. كيف نضيف الكولون إلى الداتا جريد فيو؟ أعتقد رأينا ذلك. DGV products dot colons dot add وبين قوسين نكتب اسم الكولون، ماذا أسميناه؟ أسميناه BTN. لكن لم يظهر هذا النص، سوف ترون. ننفذ ونشاهد. أول شيء لاحظوا تم عرض الزر وتم عرضه في الجزء الأخير من الداتا جريد فيو. كيف إذا أردنا أن نعرضه في الأول؟ المسألة بسيطة جدا إن شاء الله. كل ما علينا هو استبدال الأد بانسرت، ثم هذه الانسرت تستقبل بارامترين، البارامتر الأول وهو رتبة الكولون التي نريد وضع هذا الكولون فيها، الكولون اندكس نريد عرضه في الأول، الأول رتبته صفر، ثم يطلب منا الكولون. ما هو الكولون؟ وهو BTN. الآن سيتم عرض هذا الزر في الأول. لاحظوا تم عرضه في الأول، لكن النص الذي حددناه هنا لاحظوا btn.text يساوي البحث لا يظهر. لماذا لم يظهر؟ لأننا لم نستدعي خاصية تسمى use colon text for button value. هذه الخاصية تسمح بعرض التكست على البطن، لكن هذه الخاصية أيضا لا تعرضه في أول تنفيذ البرنامج، ولكن حينما ندخل إلى الإديتين مود إلى وضع التعديل في الداتا جريد فيو آنذاك يظهر النص على البطنز، وأيضا تظهر الصور على الإيمج على حسب ما أذكر، لكن بالنسبة للبطن فحتما لا يظهر النص إلا في الإديت مود. ماذا ذكرنا؟ اسم الخاصية هو use colon text for button value، اسم طويل نوعا ما btn.use، هذه هي الخاصية colon text for button value، هي عبارة عن خاصية منطقية يعني بوليان تقبل إما true أو false. افتراضيا تكون false، إذا أعطيناها القيمة true سيظهر النص بعد عملية الإيديت للداتا جريد فيو. ننفذ ونشاهد. الآن لا يظهر النص، لكنني لو دخلت في وضع الإيديت مثلا كتبت 100 هنا، لاحظوا ظهر النص في البطن كولون. هذا المثال إخواني وأخواتي ذكرناه من باب أنه يمكننا كتابة معرف المنتوج فيظهر اسم المنتوج ويظهر الثمن، فنقوم بإدخال الكمية فيتم احتساب المبلغ، فنقوم بإدخال نسبة الخصم فيتم احتساب المبلغ الإجمالي. مثلا لو كتبنا رقم المعرف ولم يظهر شيء آنذاك بإمكاننا الضغط على هذا الزر فتظهر لي لائحة تعرض جميع المنتجات، فأختار المنتج الذي أريد فتظهر تفاصيله وواصل. بعد أن أنتهي من هذا السطر أنتقل إلى السطر الثاني وأكتب المنتج وهكذا دواليك، وفي كل مرة أستخدم هذا الزر. لكن تخيلوا معي لو أن عندي العديد من المنتجات مثلا بهذا الشكل، هنا لاحظوا أقل شيء هو أن الأسطر غير مرقمة وبالتالي سيتوه المستخدم إذا كانت هنالك منتجات كثيرة، لذلك سنستخدم داتا جريد فيو فقط من أجل العرض. أما عملية الإدخال سنفرد لها سطرا واحدا. كيف ذلك؟ هذا ما سنراه الآن بعون الله، تعالوا بنا. أول شيء إخواني وأخواتي أتمنى أن تسجلوا هذه الملاحظات لأنني قد ألغيها أو سأجعلها عبارة عن كومنتس. مثلا هذا الزر سأجعله كومنتس وأضيف هنا تعليق add button colon to data grid view. سأجعل هذا بهذا الشكل ليبقى مقروءا. جميل جدا. الطريقة التي حدثتكم عنها الآن سنستغني عن الكولونز، لن تظهر الكولونز لأننا سنضعها في السطر الأول. عموما تعالوا بنا نتعرف على هذا الأمر. نصغر حجم داتا جريد فيو ونأتي إلى التول بوكس، نسحب أداة ليبل ونسحب أيضا أداة تكست بوكس لدينا. أول خانة ما هي؟ هي خانة معرف المنتوج. نذهب إلى خصائص Label Properties نسميها معرف المنتج أو المنتوج. طبعا
بهذا الشكل ليست منظمة، لذلك سنجعل لها شكلا محترما من خلال تغيير خاصية الأوتو سايز الخاصة بالليبل لكي أستطيع تغيير حجمها وعرضها وطولها. F4 أو Properties على الليبل، أذهب إلى الخاصية أوتو سايز تكون افتراضيا ترو، أجعلها فولس، أغير مقاس الليبل كما أشاء. أيضا أجعل البوردر ستايل يعني إطار الليبل أعطيه فيكسد سينجل. أذهب إلى الخاصية بادينج الهوامش الداخلية، أعطيها مثلا أول يعني من اليمين ومن الشمال ومن أعلى ومن أسفل، أعطيها 5 بيكسل أو فقط 3 بيكسل. والتكست أونلاين أعطيها مثلا سنتر، جميل جدا. أيضا تكست بوكس نفس الأمر، أعطيه البوردر ستايل فيكسد سينجل وأنزل معرف المنتوج. بهذه الطريقة أقوم بإضافة باقي الحقول، لكنني سأغير مثلا لون خلفية الليبل لتظهر بشكل أجمل، أغير الباك جراوند مثلا. لو جربت اللون مثلا سيلفر، لا أدري كيف سيبدو، والسيلفر هو قريب من الرمادي، لا غير مقبول. جربت مثلا الوايت سموك، الوايت سموك أفضل. أعمل كوبي أند بيست، معرف المنتوج يأتي بعده اسم المنتوج. اسم المنتج. بعد اسم المنتج ماذا لدينا؟ لدينا الثمن، ثم الكمية، ثم المبلغ. الثمن، الثمن الكمية، ثم المبلغ. وذكرنا بأن المبلغ هو الكمية ضرب الثمن. ثم لدينا نسبة أو الخصم، نضع بين قوسين النسبة المئوية. ثم لدينا المبلغ العام أو المبلغ الإجمالي أو المبلغ الكلي. معرف المنتوج، هذه المساحة تكفيه. اسم المنتوج علينا أن نكبره قليلا. وإذا أردنا يعني أن نغير حجم الأداة بشكل دقيق، نضغط على Alt ونحن نغير المقاس. Alt يعني يمشي بشكل دقيق جدا. أيضا سنحتاج إلى إضافة الكولون الأول الخاص باختيار المنتج. اختيار أو تحديد أو بحث. طبعا هذا لن يكون تكست بوكس، وإنما سيكون زر button. نذهب ونسحب button.
مثلا هنا براوز نعطي مثلا 3 نقاط، يعني من هنا تستطيع تحديد المنتج. ولاحظوا الزر يعني قد تشوه قليلا شكل خانة الإدخال، لذلك سنضغط رايت كليك عليه وننقله إلى الخلفية برينك أو سند تو باك، هكذا أفضل. ثم ننزله قليلا أو نغير مقاسه، طبعا يعني قوموا بتنسيق الأدوات بالشكل الذي يبدو لكم جميلا. يعني كخلاصة في هذا الجزء سنقوم بعملية الإدخال فقط، والداتا جريد فيو سنخصصها لعملية عرض ما تم إدخاله، وفي كل مرة نريد تعديل سطر معين أو حذفه نعمل رايت كليك على السطر ونختار إما تعديل أو حذف، وهكذا تمشي الأمور بشكل جيد. ننفذ ونشاهد كيف سيبدو العرض. ايضا ينبغي ان نخفي هذه الكولونز، هذه الكولونز سنخفيها من خلال تحديد الداتا جريد فيو والذهاب الى خاصيه تسمى كولونز هيدر فيزيبل. رايت كليك نبحث عن هذه الخاصيه كولونز هيدرز فيزيبل، هذه هي افتراضيا تكون ترو نعطيها فولس. ايضا نغير الخاصيه اوتو سايز مود هذه لكي تظهر الخانات ممتده على حجم الداتا جريد فيو عبر اعطاء الخاصيه Auto Size Columns Mode، نعطيها القيمة Fill. ننفذ ونشاهد هكذا صار أفضل، مع العلم أنه ينبغي أن نغير مقاس الأدوات، والطريقة سهلة بإذن الله. فالآن ما هو شكل البرنامج إخواني وأخواتي؟ سيقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر، تظهر له لائحة مثل لائحة العملاء، لكن هذه المرة تعرض جميع المنتجات. يقوم بعمل دبل كليك على منتج معين فيظهر معرف المنتوج واسم المنتوج وثمن بيع المنتوج. يقوم المستخدم بإدخال الكمية فيتم احتساب المبلغ بناء على الثمن ضرب الكمية، فيقوم بإدخال نسبة الخصم فيتم احتساب المبلغ الإجمالي بناء على المبلغ بالأخذ بعين الاعتبار نسبة الخصم. وعند الضغط على أنتر يتم إضافة السطر إلى الداتا جريد فيو، ويتم تفريغ هذه الأجزاء من أجل إضافة منتج ثاني، وهكذا دواليك إلى حين تنتهي عملية الإدخال. فيقوم المستخدم بالضغط على حفظ المبيعة فيتم تخزين معلومات المبيعة، تفاصيل الفاتورة، تفاصيل العميل، تفاصيل المنتجات، وأيضا يستطيع بعد ذلك طباعة الفاتورة. هذا هو الغرض من البرنامج إخواني وأخواتي. نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحصة، ونلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله لكي نبدأ عملية تحديد المنتجات بمجرد ما نضغط على هذا الزر، وأيضا تغيير مقاسات الكولونز لكي تتوافق مع شكل مربعات النصوص الخاصة بالإدخال. أدعو لكم بالتوفيق والسداد، ودام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.